سياسة اليد الممدودة التي نادى بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديب إدنو، والتي دعا فيها أبناء الوطن العودة إلى البلاد من أجل فتح صفحة جديدة لبناء الوطن، حيث عاد عدد من أبناء الوطن المتواجدين بالخارج إلى الأراضي الوطنية. وتلبية لهذا النداء عاد ظهر اليوم نائب رئيس التحالف الجديد من أجل استعادة الجمهورية أبكر مصطفى كوري، وقد تحدثت أحد أقربائه عن شعورها. تمين السنة ده كل شيء شغل بيجي ما في ده، خليه قبل يجي في ديالوج ده وشغل في قلبي خليه حجي دواز ده تمين دور وقافي بس ندور وخليه شاديهم كل يجوا يدن صوى نلمصوى نخر مصوى نمشي نمشي بلدنا قدام. أبكر مصطفى كوري عاد إلى البلاد بعد 8 سنوات قضاها في المنفى، وهو ضمن الموقعين على اتفاقية الدوحة للسلام، وجاء اليوم للمشاركة في الحوار الوطني الشامل السيادي. الرئيس الجمهورية هو مد لنا إيدا، وإيدا المدة كمان ما نقدر نخلوه كربنا، وبعد ما فكرنا على شننية وجينا نقوله مع الجماعة التانين ده نشترك معهم ونبنوا البلد. كما وجه نداء للأحزاب السياسية الأخرى التي لم توقع على اتفاقية السلام إعادة النظر من عجل المشاركة في بناء الوطن.